عمر بن الخطاب أيها الإخوة الذي لا يهزنا عدله. تعرفون لماذا لا يهزنا عدله؟ لا يحرك أعطافنا وجواحنا، لا يطربنا عدله، لأننا لم نتعلم أن نعشق العدل. فقط هذه المسألة كلها بس، وهذا جزء كبير أيها الإخوة أسس للخلافات الضاربة اليوم بين المسلمين سنة وشيعة وغير السنة وشيعة. لم يتعلم لا هؤلاء ولا هؤلاء، كذب كذب. أنا أقول إخواني الشيعة ودائما يقال لي لما لا تنتقد الشيعة تنتقد السنة. أنا رجل أيها الإخوة نفسي توحيدي، وأقول لكم بكل بساطة عشان يعني إيه صدعوا رأسي بهذا السؤال، لما لا تنتقد الشيعة تنتقد السنة؟ قلتها 100 مرة، أنا سني لست شيعيا، ولو تشيعت ما هبت إلا الله لقلت هذا على المنبر أبدا. يرضى من يرضى، يسخط من يسخط، هذه طريقتي بفضل الله عز وجل، لا أخشى إلا الله، إن شاء الله أكون كذلك وأكون صادقا في هذا. مادح نفسه كذاب. قلت هذا 100 مرة يا إخواني لأنني سني لست شيعيا، وأهل إيه؟ البيت أدرى بالذي فيه، أنا أدرى بمذهبي وبديني وبتاريخي وبعلمائي فأنا أتكلم فيما أعرف، وأيضا حديثي هذا مرجو أن يؤدي شيئا في الإصلاح لأنه من أهل البيت، ما ينفعش. كذلك الشيعي، على الشيعي أن يتكلم في الوسط الشيعي وأن يصلح وأن يستعلم بالحقائق ولا يخاف جمهوره. للأسف هذا لا يحدث لا هنا ولا هنا إلا قليلا وقليلا جدا. ما يحدث هنا وهنا هو استدرار عواطف الجماهير، الغوغاء من الناس، مناجاة عواطفهم أيها الإخوة، تعزيز وتكريس، تكريس وتعزيز غريزة القطيع فيهم أن يتبعوا فقط، يتبعوا الأشياء والأنماط والبرلمات هكذا دون وعي. لا نحب هذا لأن هذا يغضب الله تبارك وتعالى. والشيء الثاني أنا أقول لكم، السبب الثاني، العلة الثانية، أنا أريد أن أكون عامل توحيد لا عامل فتنة وشرذمة. حتى حديث عن عمر هذا فقط لكي أخفف من غلواء بعض إخوان الشيعة المتعصبين، مش حابين يعترفوا حتى بالحقائق الصارخة الواضحة، مش حابين. إيش هذا؟ إيش هذا الغلو؟ إيش هذا التعصب؟ إيش هذا الكره؟ كيف يمكن أن نتخالف وتوحد بهذا الكره الشديد؟ أتحدث عن متعصبة الشيعة، حقائق بارزة. لما تفترون على الرجل الكبير مثلا؟ ماذا تستفيدون من تحطيم عمر، أسطورة عمر، شخصية عمر؟ ماذا تستفيدون؟ ما هذا الإلحاح غير طبيعي على تحطيم عمر 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 عمر؟ يا إخواني والله لقد قف شعر بدني، قرأت لبعض إخواني من المتشيعين أو الشيعة، والله العظيم يا إخواني في صفحتي يطعن في محمد نفسه. الله أكبر يا أخي، يعني حقده كانوا يقول لنا دينكم غير ديننا، محمدكم غير محمدنا. يا أخي تبا لك إلى آخر الدهر، ما هذا؟ كفرت يا رجل أنت، كفرت لكي ينال من عمر، سينال حتى من محمد. شو هذا يا أخي؟ إيش الحقد هذا؟ لذلك المراء في الدين غير مستحب يا إخواني، المراء والجدال في الدين مكروه عند الله ورسوله، لأنه هكذا يتأدى بالمرة ربما إلى الكفر والزندقة. نسأل الله أن يعصمنا فيما بقي من أعمارنا. من أجل ماذا؟ فأنا نفسي وحده، يتعرفون لماذا؟ بالذات في هذه المرحلة التي قرأت روحها قبل سنوات بعيدة، قبل زهاء 10 سنوات، وعلمت أنها مرحلة الحروب الدينية والطائفية في بلادنا. علمت هذا قبل 15 سنة، وكنت أقوله باستمرار في خطبي وأصرح به، وأقول بلادنا مزروعة بالقنابل الموقوتة، عما قليل ستتفجر فينا شيئا فشيئا، سنتشظى، ستضيع البلاد، سيهلك العباد، افهموا. ما أحد بده يفهم لا هنا ولا هناك. والله العظيم الشيعي لا يرضى منك أيها الإخوة إلا بأن تنال من بعض الرموز التي دعب السنة على أن يحترمها ويوقرها، يرضى منك هنا. أما إذا واجهته بحقيقة أنت تدين الله بها يغضب منك، يقول لك لا أغضبتنا، اكتشفتنا لي أنا شيعي؟ أنا قلت لك شيعي، أنا في يوم من الأيام كذبت عليك وغررتك بنفسي وغشيتك عن حق، قلت لك أنا شيعي أو أنا متشيع؟ عمري ما قلتها أبدا، لأن هذه الحقيقة فلا تكذب علي. لكن أنت لم تتعلم أن تخضع للحقائق يا شيعي، كالسني أخيك الذي تشمت به لم يتعلم أن يبخل للحقائق. تمزق الآن، من الصعب أن نتلملم، أنا أقول لكم من الصعب أن نتلملم ونحن مقبلون على ما نحن مقبلون عليه وأنتم تعرفون. لذلك في هذه المرحلة أسأل الله أن يثبتني، ولا يكتب علي صاحب الشمال أيها الإخوة، ولا يشهد علي تاريخ أمتي أنني كنت عاملا في التفريق والتمزيق في المرحلة التي يراد لها، يراد لنا فيها أيها الإخوة أن تنفجر فينا قنابل الطائفية لتستحيل حروبا دينية كالحروب الدينية هنا في الغرب الأوروبي التي أتت على ثلث سكان أوروبا.
لن أفعلها. تعرفون لو هذا غير موجود أنا سأكون صوتاً من بين أصوات كثيرة أناقش إخواني الشيعة فيما أخالفهم فيه بعلمية، أصبت أو أخطأت، سأفعل هذا كثيراً علشان نتعاون على معرفة الحقيقة. لكن أنا الآن لا أفعله ولن أفعله ولن أخوض في مسائل كثيرة خلافية بين الشيعة والسنة لأن الوقت غير مناسب، ليس هذا الوقت. وهذا ما يرجوه ويطلبه منا أعداؤنا، فهمتم؟ هذه طريقتي، هذه استراتيجيتي. فإن كنت صائباً فمن الله توفيقي تبارك وتعالى.